السنه هذه فعلا شفناهم استعدوا منيح، نظفوا المناهل كويس، فتحوا بعض المناهل الفرعيه كمان الموجوده في البلد تحت، واحنا كمان اصحاب المحلات برضو كمان اخذنا استعدادات. إذا بقول لك راضي بكذب عليك، مش راضي لا عن نظافة ولا عن أي شيء. راضي مناهل ما بس اللي على الشارع الرئيسي، المبينات اللي اشتغلوا فيها، الدخلات وهذا كله ما اشتغلوا فيه. إلنا 3 سنين مشكلة الموضوع هذا على الفاضي. اجوا زي ما انت شايف، روح شوية زفت حطوها هون وراحوا. طبعا مش راضي، لانه من سنه الوضع نفس ما هو، الشارع هو من ايام ما غرقت البلد واحنا طلبنا تسديد الشارع، والله هو نفس ما هو. شو اللي تغير من سنه؟ ليش لما انتم بتنظفوا بتعملوا قيموا بتعطوا انطباع لبلد، انطباع لعاصمة، انطباع لحضارة، لمستقبل؟ ما في من الحكي نهائيا، ما في دراسة عندنا نهائيا، ما في هيكلة عندنا، ما في أي نوع من الدراسة، ما عندنا مسؤول يتابع، ما عندنا دراسة نهائيا.